أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكريم المنان ذو الفضل والإحسان ذو الجلال والإكرام، أحمدك يا ربي حمدا يليق بجلالك وجمالك وعظيم سلطانك، حمدا يوافي نعمائك، حمدا ما دامت الأنفاس، حمدا في السراء والضراء. أحمدك يا ربي حمدا على الإسلام، حمدا على القرآن، حمدا على الآداب والأخلاق. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على إمام الأولين، قائد الغر المحجلين، إمامنا وحبيبنا وقائدنا إلى الجنان، محمد وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام. نلتقي بكم على الخير، وبكل الحب طلابي وطالباتي الأكارم. نلتقي بكم وكلنا شغف أن نكمل ما بدأناه في تفسير سورة الحجرات، التي تمتلئ وتعج بالكثير من الآداب والأخلاق. عل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بأن نكون من أصحاب محاسن الأخلاق، الذين يرزقهم الله سبحانه وتعالى صحبة النبي وصحابته في الجنان. اللهم آمين، اللهم آمين. نستأنف معا بإذن الله سبحانه وتعالى التفسير الموضوعي لسورة الحجرات، ونتناول جميع المواضيع التي تناولتها سورة الحجرات. سورة الحجرات من المواضيع التي تناولتها التقدم بين يدي الله ورسوله، وأيضا الأدب مع العلماء، والتقوى وامتحان القلوب، التثبت من الأخبار، الأخوة، الإسلام والإيمان، وهناك خاتمة بسيطة ولطيفة. هذا هو التفسير الموضوعي. طبعا يمكن هناك تبسيط لفهم معاني سور القرآن الكريم، وهي طبعا تتحدث عن آداب العلاقات بين علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان مؤمنا كان أو كافرا. الآيات هنا، الآية الأولى تحدثت عن التحذير من الابتداع في دين الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أما الآيات من الآية الثانية إلى الآية الخامسة توجهت إلى الحديث عن الأدب أو أدب المسلمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي تناول الحديث فيها عن غض الصوت وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله، وأيضا عدم مناداة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أجلاف الأعراب أو أجلاف الناس بشكل عام. الآيات من الآية 6 إلى الآية 8، الآية 6 إلى الآية 8 تناولت الأدب مع المؤمنين، أدب التعامل مع المؤمنين، فوجهت المسلمين إلى ضرورة التثبت من الأخبار إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وبيان آثار الإيمان، آثار الإيمان في نفس الإنسان المؤمن. نأتي الآن إلى طبيعة العلاقة بين الإنسان المؤمنين، وما تتمخض عنه بعض العلاقات من وجود اقتتال بين المسلمين. لتتحدث الآية من الآية 9 إلى الآية 10 عن الإصلاح بين المؤمنين والتذكير بأخوتهم، إنما المؤمنون إخوة. أيضا الآية 11 حرمت السخرية، وحرمت اللبس والتنابز بالألقاب، وحرمت اللمس بين المسلمين وغير المسلمين، فهو من باب الآداب الرفيعة وعدم مس كرامة الإنسان أيا كان جنسه وعرقه ولونه وشكله ومستواه الاجتماعي. فلا يجوز للإنسان أن يسخر من أخيه الإنسان أو من قوم ما أو من عرق ما. الآية 12 حرمت اللي هي سوء الظن والتجسس، وأيضا الغيبة، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الآية 13 ذكرت الناس بأصلهم وضرورة التقوى، ضرورة التقوى في علاقة الناس بالله وعلاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، لأنه يعني في هذه الآية قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهو الميزان الحقيقي لمعرفة كم هي أو موضع الإنسان الحقيقي في هذه الدنيا أو في الآخرة. من الآيات من الآية 14 إلى الآية 18
تحدثت عن الإسلام والإيمان وآثارهم ومنة الله سبحانه وتعالى على عباده بالهداية. عندما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا منة الله علينا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذا هذه جملة من أداب في التعامل مع الله في البداية، التعامل مع رسول الله، التعامل مع إخواننا المؤمنين، والتعامل مع غير المؤمنين. هذا بالنسبة لإطلالة سريعة على سورة الحجرات. نأتي الآن موضوعا لكي نفرد الحديث به على وجه من التفصيل. الموضوع الأول كما تطرقنا في البداية يتحدث عن التقدم أو حرمة التقدم بين يدي الله ورسوله في الآية الأولى، عندما قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن جرير الطبري لا تعجلوا بقضاء أمر الله في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي الله لكم ورسوله فتقضوا بخلاف أمر الله ورسوله. إذن هنا يؤكد على ضرورة عدم الاستعجال وعدم الابتداع في دين الله وضرورة عدم التعجل وإعطاء الرأي والبت في أمر من الأمور قبل أن يقضي به الله ورسوله، لأنه ممكن أن يصيبنا العنت وممكن أن يصيبنا الزلل والخطأ، وأيضا يقضي هذا بقضائنا بخلاف ما أراده الله ورسوله فنقع فيه في الكفر والعياذ بالله. طبعا يدخل في هذا السياق ضرورة التحاكم إلى غير شرع الله أو عدم جواز التحاكم لغير شرع الله، وفي مقابلها ضرورة التحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وفي آية أخرى أولئك هم الكافرون. إذن ضرورة الاحتكام إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله وعدم الإعراض عنها بالاحتكام لغيرها من القوانين الوضعية أو العادات والتقاليد، والتحاكم لغير شرع الله بأي صورة من الصور للأسف الشديد كما يحصل في عصرنا حاليا. إذا ما وجد الإنسان أن الحق الذي له قد لا يسعفه أو لا يأتي على هواه في شرع الله فهو سرعان ما يقضي بغير شرع الله، لأنه قد يلف وقد يدور وقد يأخذ بغير حق ما يريده من غير شرع الله فيتحكم لغير شرع الله، وهذا الكلام لا يجوز على الإطلاق، أفبحكم الجاهلية تقضوا. نأتي الآن إلى الموضوع الثاني وهو الأدب مع العلماء. أفرد هنا الحديث الأدب مع العلماء. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وإن كان في معرض الحديث عن الآية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، تمام، إلا أن هذه الآية تحمل في طياتها أيضا ضرورة الأدب مع العلماء بما أنهم هم ورثة الأنبياء. هنا هذه الآية عندما نزلت تأثر فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب وكذلك ثابت بن قيس. لماذا؟ كان ثابت بن قيس جهوري الصوت، وعندما كان جهوري الصوت ونزلت هذه الآيات مكث في بيته أياما خشي أن تكون هذه الآية نزلت فيه فخاف وارتعدت فرائصه فلم يذهب إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه افتقد النبي صلى الله عليه وسلم وجوده في مجالسه فسأل عنه. عندما سأل عنه قالوا له بأنه عندما نزلت الآية خاف وارتعد وظن أن هذه الآية نزلت فيه، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة. وإن كان من فائدة هنا فلا بد أن ننوه بها إلى ضرورة أن يتلطف الدعاء المخلصون لله سبحانه وتعالى بالناس، وضرورة أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بأحب وألطف الأساليب، ضرورة أن يتفقد العالم أبناء، يعني أن يتفقد العالم المتعلمين الذي تحت يديه، وأن يتفقد المعلم طلابه. إذا غاب إنسان، إذا مرض إنسان، يجب
على هذا الإنسان لكي يؤثر في من هم تحته وفي من يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن يشاركهم أفراحهم وأحزانهم، يجب أن يشاركهم همومهم، يجب أن يسأل عنهم وأن يفتقدهم وأن يبشرهم، وألا يكون هذا الإنسان بينه وبينه حاجزا أو برزخا بحيث لا تصل أو لا تجاوز كلماته أسماعهم. ثم نزل بعد هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وبالمناسبة سنجد أن عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق بعد نزول هذه الآية أصبحوا عندما يتكلموا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلموا إلا همسا، خشية أن يكونوا ممن يرفع أصواتهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن لنفرد الحديث بالأدب مع العلماء. قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كلا وربي لا يستوون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إن كانت طاعة الله واجبة ثم عطف عليها طاعة الرسول، إذن من هم أولي الأمر؟ أولي الأمر هنا بعض العلماء قالوا بأنها تطلق أيضا على من ضمن أولي الأمر العلماء الربانيون. قال تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال البصري: كانوا يقولون موت العالم سلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. إذن هو ثغر في الإسلام، هو شرخ في الإسلام لا يلتئم ما اختلف الليل والنهار، لأن موت العالم موت أمة. ولذلك سبحان الله لا بد أن نرفع قدرهم وأن نتأدب معهم وأن نعطيهم قدرهم من الإجلال وأن نعطيهم قدرهم من الاحترام وأن نجلس بين يديهم جلسة المتعلم وجلسة العارف بفضل هذا العالم عليه. قال عليه السلام: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إذن من الذي يتورث هذا العلم وها ميراث النبوة؟ تجسد في هؤلاء العلماء الربانيين. ولذلك كان ميراث النبوة الحقيقي ليس بيد أبنائهم، لأنه نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما ولكننا نورث العلم. إذا ميراث النبوة كان بأيدي هؤلاء العلماء الذين حق لهم أن نضعهم على الرؤوس وحق لهم أن نتأدب معهم وأن نعطيهم حقهم من الإجلال والتقدير والاحترام. لكن في المقابل سنجد من أصحاب النفوس المريضة وسنجد من أصحاب الهوى من يشتهي أكل لحوم هؤلاء العلماء، وإن كان ويتحدث فيهم ويتحدث عنهم بالسوء. ولا بد من النظر في عصرنا علماء السلاطين للأسف الشديد الذين والحكومات البائسة والبائدة، نلاحظ أنها تشيطن من أرادت من العلماء وتقدس من أرادت من العلماء الذين وضعوهم بأيديهم وكانوا تحت بساطيرهم. ولذلك سنجد أن هذه النوعية من العلماء الربانيين المخلصين الصادقين سنجد من يتربص بهم ومن يترصد لهم، وسنجد أن بعض الناس يتحدث فيهم من الأعداء، وربما نجد من يتحدث فيهم من الأخلاء أو الأقران الذين يتضاربون كتضارب للأسف التيوس. ولذلك سنجد ما هو الدافع وما هو السبب الذي يجعل الإنسان يتحدث في عالم جليل. هذه الأسباب طبعا، هي هناك عدة أسباب، من هذه الأسباب الغيرة والحسد. طبعا الغيرة، هناك كلمة غيرة وهناك كلمة غيرة. الغيرة بمعنى الحرقة على الشيء، وهي تكون عادة إيجابية ولا تكون سلبية. ولكن الغيرة بمعنى التحاسد وتمني زوال النعمة عن هذا الإنسان، أي يتمنى هذا الإنسان لو أصبح فاقدا لعقله ناسيا لعلمه. ف
فهذه هي الغيرة المذمومة، ونحن نقصد هنا بالغيرة المذمومة وليس المحمودة. الغيرة والحسد، طبعا بالنسبة للغيرة والحسد أحيانا ربما يتطرق من أمراض القلوب، يتطرق لإنسان ما، وقد يكون عالما هذا الإنسان بالمناسبة، لكن يتطرق لقلبه اللي هو الغيرة من هذا الإنسان، الحسد لهذا الإنسان، محاولة النيل من هذا الإنسان لأنه يفوقه علما ويفوقه أدبا، ربما لأن عدد طلابه وعدد المتعلمين تحت يديه أكثر منه، فللأسف الشديد قد يكون هذا الأمر حتى بين العلماء. قال الذهبي: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، أي لا يؤخذ به ولا يؤخذ به على محمل الجد، لا سيما إن كان لحسد أو مذهب أو هوى، لأنه قد يتطرق الإنسان إلى الانتصار لمذهبه فيسفه رأي عالم لأنه خالف هذا المذهب، أو هوى لأن هذا الإنسان يعني هو يقاتل من أجل هذا الهوى الموجود بينه وبين طيات نفسه المريضة، ولذلك يقوم بالغيرة والحسد فيتكلم في هؤلاء العلماء. أيضا من ضمن الأسباب التي تجعل بعض الناس تتكلم في أعراض العلماء أو في سمعة هؤلاء العلماء وتقدح فيهم التقليد واتباع الهوى. قال ابن مسعود: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر، ألا قدوة في الشر. في النهاية المطلوب مني كإنسان أن أكون إنسانا ربانيا أعمل بما جاء به الله وبما جاء به الرسول. إن أحسن هذا العالم أحسنت كما يحسن، ليس لأنه أحسن ولكن لأن ما قاله حسن ولا أعبأ بفعله، وإن أساء أنا لست مضطرة إلى أن أسيء وأن أقلد هذا العالم على اعتبار أنني تلميذ من تلاميذه أو إنسان مقلد لهذا العالم أو لهذا الفقيه أو لهذا الإنسان، لأننا في النهاية بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الفقهاء قالوا: إذا يعني وجدتم كلامي يخالف كلام صاحب هذا القبر، أي يقصد بالنبي، فأضربوا به عرض الحائط. إذن أنت لست مضطرا للاتباع وللتقليد إن كان هذا الاتباع والتقليد لا يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. فأحيانا التقليد من أسباب أكل لحوم العلماء التقليد واتباع الهوى. أيضا التعالم وهو ادعاء العلم قبل نضوجه وقبل الحصول عليه، وهذه الآفة موجودة للأسف الشديد عند المبتدئين في طلاب العلم، بمجرد ما يتعلم سطرا أو شطرا من العلم أو كتابا يقرأ كتابا يجد في نفسه العلم والفقه والرفعة، ويجب هذا الإنسان أن يقدس وأن يعطى قدرا وأن يكون له مجلسا ويكون له طلاب وما إلى ذلك. قال بعض العلماء: من قال قد علمت فقد جهل. نحن هذا العلم ما هو إلا بحر واسع، والأصل في الإنسان إذا كان فعلا عالما ربانيا كلما نال من هذا العلم أن يشعر بأنه أجهل، وأن يشعر بأن هذا العلم أعظم من أن يحيطه بعلمه وبجهده. إذن التعالم، فيدعي هذا صغار العلماء أو أصاغر الناس، يقدح أكابر الناس ادعاء منه بفضله وعلمه ورفعته على هؤلاء العلماء الأفاضل. أيضا من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى أكل لحوم العلماء النفاق وكره الحق. قال سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إنما نحن مستهزئون. أحيانا قد يقود الإنسان كره للحق ونفاقه وادعاء للحق بأن يظهر بمظهر الإنسان المقدر والمبجل لهؤلاء العلماء، ثم ما يفتى إن أعطاه ظهره أن يطعنه بخنجره المسمون من الكلمات والألفاظ والمعايب النابية التي يعني يترفع عنها هذا العالم، ولا تليق به ولا ترقى لأن تكون أو لا يمكن أن تكون وصفا من أوصافه. هذه جملة من أسباب أكل لحوم العلماء. نأتي الآن للحديث عن موضوع ثالث وهو التقوى وامتحان القلوب. عند الحديث في بحر التقوى نجد بأننا يعني نتمتع كثيرا للحديث في هذا الكلام، ونستبشر كثيرا
ويجعلنا هذا الكلام فعليا نضع أيدينا على الأشياء التي يريدها الله والتي بإمكانها أن تجعل لنا فرجا وسعادة وحبورا وقبولا عند الله وعند الناس. الآن عندما نتطرق إلى سورة الحجرات كسورة سنجد أنها ركزت كثيرا على موضوع التقوى، بل والتأكيد على ذلك أنها كررت التقوى، كلمة التقوى أو التقوى يعني التقوى ومشتقاتها في كثير من الآيات. لنستعرض الآية، قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله إن الله سميع عليم في الآية الأولى، وقال في الآية الثالثة: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وقال في الآية العاشرة: واتقوا الله لعلكم ترحمون، وقال في الآية الثانية عشر: واتقوا الله إن الله تواب رحيم، وقال سبحانه وتعالى في الآية الثالثة عشر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بالنظر إلى هذه الجملة من التركيز أو هذه الجملة من الآيات والتركيز فيها على موضوع التقوى، لماذا التقوى؟ وما معنى التقوى؟ وما هي أثار التقوى في القلوب؟ ولماذا ذكر التقوى تحديداً وركز عليها في سورة الحجرات؟ أولاً، ما هي حقيقة التقوى؟ التقوى في اللغة معناها الحماية والحفظ والصيانة والحذر، بمعنى لما عندما ومن يتقي بوجهه سوء العذاب، أي يعني يحفظ ويصون وجهه من هذا العذاب، فيكون بينه وبين العذاب وقاية. عندما نقول أساليب وقائية أي أساليب مانعة من وصول هذه العدوى لهذا الإنسان، فهي بمثابة حصن وصيانة وحفظ لهذا الإنسان. هذا لغة. أما اصطلاحا قالوا هو كمال توقي الإنسان عما يضره يوم القيامة. كيف يتقي الإنسان ما يضره يوم القيامة؟ بفعل المأمورات وتجنب المحرمات والمنهيات. إذا اختصرنا التقوى بأن الإنسان هذا يكون عنده نوع من كمال الشعور، كمال الضمير والإحساس بخشية الله سبحانه وتعالى، فيدفعه ذلك إلى فعل المأمور واجتناب المحظور. وقال بعض العلماء: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. ولخصت هنا لأنها بدأت: التقوى هي الخوف من الجليل. الخوف من الجليل يدفعنا إلى ماذا؟ يدفعنا إلى فعل المأمور وترك المحظور. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، هنا العمل والاستعداد ليوم الرحيل، لأن هذا الإنسان تكون كما له عين على الدنيا تكون له عين على الآخرة، يتقي بها سوء العذاب ويتقي بها وجه الله سبحانه وتعالى لكي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه وليكون من عباده المتقين. نأتي الآن لماذا التقوى ولماذا إفراد الحديث وتكرار الحديث عن التقوى؟ ما هي ثمرات التقوى؟ عندما يصل الإنسان لمرحلة التقوى بينه وبين الله سبحانه وتعالى، توقى الإنسان بكمال إيمانه المحظور وفعل المأمور، ما هي الجائزة وما هي في النهاية الدرجة أو الجائزة أو المكان التي الله سبحانه وتعالى وعد الله بها عباده المتقين؟ أولاً، من أجل هذه الجوائز والحوافز لتقوى الله سبحانه وتعالى محبة الله. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب المتقين. لو كانت هذه فقط لكفت، لو كان من آثار تقوى الله سبحانه وتعالى محبة الله لكفتنا عما سواها، لكن من كريم عطاء الله وجميل وفيض كرم الله سبحانه وتعالى أنه أيضاً جعل التقوى باباً من أبواب الحفظ من الشيطان. فقال عز من قائل: إن الذين اتقوا، كان عندهم تقوى، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن التقوى كانت دافع لأن يتذكر هذا الإنسان، إذن هي بمجرد نبراس وذكرى للذاكرين. لماذا؟ إذن هي كانت بمثابة رصيد لهذا الإنسان، رصيد لهذا الإنسان حول إليه وقت الحاجة. إذا مسه طائف من الشيطان
قد يزل الإنسان وقد يخطئ وقد يجره الشيطان إلى معصية الله، لكن هذا الإنسان التقي النقي الذي اتقى الله بشعوره واتقى الله بضميره واتقى الله بإحساسه، اتقى الله في السر والعلن، عمل ما أرضى الله وابتعد عما أسخط الله، كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يعطيه هذا الرصيد الذي كان بحوزة هذا الإنسان أعطاه إياه عند الحاجة، فكان له حفظا من الشيطان الرجيم. أيضا من ضمن الجوائز والحوافز لكي نقبل على هذه الخصلة وهي التقوى، وعلى هذه الطاعة، وعلى هذه المنحة الربانية، أن الله سبحانه وتعالى تكفل لنا بأن ينزع أو يبعد عنا الحزن والخوف. قال سبحانه وتعالى: فمن اتقى وأصلح، إذا في شرط التقوى والصلاح، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا الإنسان الذي يبحث عن السعادة الحقيقية، والإنسان الذي يريد فعلا أن يعيش آمنا مطمئنا في رخاء في هذه الدنيا، عليه بتقوى الله. إذا الإنسان الذي أراد السعادة لا يبحث عن سخط الله، الإنسان الذي أراد الطمأنينة لا يبحث عما يغضب الله من الوسائل السهلة والبسيطة التي بإمكان كل إنسان أن يتخذها كشكلا من أشكال السعادة تنتهي بانتهاء المعصية والعياذ بالله. إن أردت شعورا أبديا سرمديا فهو بيد من بيده السعادة، وبيد من بيده الأمن، وبيد من بيده مقاليد الأمور كلها. إذا أردت أيها الإنسان المؤمن أن تكون إنسانا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذا عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. الواحد منا قد يفعل العبادة لكنه يخاف ألا ترتفع فوق رأسه شبرا. نفعل العبادة وكلنا أمل في الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها، نقوم بالعبادة لكننا لسنا متأكدين إن كانت قبلت أم ردت إلينا، إن كانت أسقطت فقط ولم نأخذ أجرها. إذا أردت أن تدخل في دائرة المضمون، وإذا أردت أن تدخل على الله سبحانه وتعالى بعمل مقبول، فعليك بالتقوى، فهو خير سلم للوصول. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن شرط أساسي لقبول العمل الصالح التقوى، وأن تكون من عباده المتقين. أمر جميل جدا أكرمنا الله وكافأنا الله سبحانه وتعالى به لكي نكون من عباده المتقين. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن الإنسان الذي يبحث عن إنسان مكروب، إنسان مهموم، إنسان تعصف به المشاكل والهموم من كل جانب، ويبحث عن مخرج ويبحث عن فرج، ليس لك إلا التقوى، ففيه الفرج والفرح بعد الكرب، وليس هذا فقط، وإنما فيه اليسر بعد العسر. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كثير منا يشكو أن الأمور متعسرة معه، والرزق متعسر معه، والزواج يبحث عن الزوجة سنة وسنتين والأمر متعسر معه، الدراسة متعسرة معه، الإنجاب متعسر معه. إذا ما عليك يا عبد الله إذا أردت تيسيرا في أمورك إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. ننتقل من هذا الجو الروحاني الجميل الذي قادنا إلى الله بسلم للوصول، سلم سريع جدا وبسيط على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه، وعلى من فدى نفسه لله سبحانه وتعالى وكان مطروحا على أعتاب الله سبحانه وتعالى، راضيا بما قضى الله سبحانه وتعالى، وأراد هذا الإنسان فعلا عربون محبة لله ولرسول الله أن يفعل كل ما أمر به، وإن كان خالف هواه وابتعد عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فكان بذلك من عباده المتقين. ننتقل من هذا الجو الإيماني الرائع، من هذه الحوافز والجوائز التي أعدها الله لعباده المتقين، لموضوع آخر يتحدث عن التثبت من الأخبار. موضوع التثبت من الأخبار لا سيما في عصرنا، عصر الشائعات وعصر النت وعصر وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بمختلف أنواعها،
سنجد أن الكلمة تصبح ألفاً والخبر يساق بأكثر من طريقة ويذاع في ثواني لكي يلف العالم بأسره. فموضوع الأخبار هذه الأيام، موضوع التثبت منها، يكاد يكون أمراً ليس بالسهل، لكنه أمر واجب حتى لا يندم الإنسان وحتى لا يقع في الهلاك ويقع في المشقة ويقع في المحظور وظلم العباد. نأتي الآن للتثبت من الأخبار. القاعدة أو الآية التي تعتبر قاعدة وأصلاً في هذا الموضوع قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن هذه أصل في التثبت من الأخبار، وما عدا هذه الآية هي فرع عن هذا الأصل. بالنسبة لضرورة التثبت من الأخبار، الآن في موضوع التثبت من الأخبار سنجد أن الإنسان إما أن يكون فاسقاً أو أن يكون صادقاً. الآن الإنسان الذي فسق والذي عرف عنه الكذب وعدم الصدق في الحديث إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يعني الحديث بمعنى ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاباً والعياذ بالله. إذن نحن مأمورون بأمر رباني أن نتثبت ونتحقق ونتأكد من أي خبر وصل إلينا. لكن لو كان الإنسان الذي وصل إلينا منه الخبر إنسانا صادقا صدقا يقينيا ولم يثبت عليه كذب، هذا الإنسان لا يشترط أن نبحث في كلامه. لكن الإنسان الذي عهد عليه الكذب لا يؤخذ بكلامه أصلا، ويبقى دائرة التثبت في الإنسان الذي لا نستطيع التحقق إن كان كلامه أو لا نعرف عنه إن كان كلامه صدقا أو كذبا. فهنا يجب أن نتأكد ونتثبت خشية أن يكون هذا الكلام كذبا وافتراء وافتئاتا. إذا عندما نتكلم عن التثبت نحتاج أن نتكلم عن الكذب. فالكذب ما هو إلا خصلة ذميمة خسيسة تودي بصاحبها إلى النار والعياذ بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين وعكس الصادق الكاذب، وكان خلقه القرآن. كانت عائشة تقول رضي الله عنها وأرضاه: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون الرجل سارق؟ نعم. زاني؟ أيكون المسلم؟ لكن أيكون كذابا؟ قال لا، لأن الكذب ينافي خلق الإسلام والعياذ بالله. هناك بعض الأمور التي قد هي في حد ذاتها ليست كذبا لكنها قد توصل الإنسان إلى حبل الكذب والعياذ بالله. ولذلك نحن نعلم أن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهم كثير من الناس. نحن في هذه الدائرة الرمادية يجب الإنسان أن يتحرى في قوله وأن يتحرى في فعله وأن يعني يقوم بكمال الإيمان، فلا يفعل حتى لا يستمر الحلال ويتوسع في الحلال خشية الوقوع في الحرام. ولذلك هناك بعض الأمور وإن كانت في أصلها حلالاً لكنها قد توصل الإنسان إلى الكذب والعياذ بالله، يجب على الإنسان أن يحذرها ولا يسرف فيها ولا يوصف فيها يوماً من الأيام. أولاً المزاح. على الإنسان المسلم أن يتأدب بأدب الإسلام فلا يكثر المزاح، لأن المزاح في النهاية قد يؤدي إلى الكذب، قد يؤدي إلى الكذب حتى يخرج الإنسان من مزاحه بطريقة يعني تضحك الجميع وترضي الجميع إن سخطوا. التورية والمعاريض. معنى كلمة التورية والمعاريض أن ألفظ أشياء بغير حقيقتها. مثلا: هل فلان موجود عندك؟ فيضع الإنسان يده في فمه: ليس موجودا هنا، ويقصد بذلك ليس موجودا في فمه. هذا نوع من أنواع التعريض. إذا عرف على الإنسان هذا النوع من الأسلوب وهو التعريض والتورية فيعرف به ويصبح الإنسان كاذبا بامتياز. نقل الإشاعات. الإنسان الذي يعني ينقل الأخبار من هنا إلى هنا، وللأسف الشديد إذا ما انتقلت من هنا إلى هنا سنجد أنه سيضاف عليها جملة من البهارات وجملة من للأسف الشديد الكثير من الزينة لهذا الكلام والعياذ بالله. فنجد أن هذا النقل الغير محمود
وكثرة الكلام وكثرة القيل والقال وليست من أخلاق الإنسان المؤمن، لأنه قد ينقلها بغير مقصودها وبغير المراد منها، أن يزيد عليها، أن ينقص منها. ولذلك كثرة القيل والقال ونقل الإشاعات هي درب وعتبة على أعتاب الكذب البواح. الحماس غير المنضبط الذي يجعل الإنسان يتحمس فيعد الإنسان، وربما يعده كذبا، يتكلم بأمور أكثر بكثير من إمكانياته، فيضطر بعد ذلك إلى الكذب حتى ينجو بفعلته ويصبح أمام الناس صادقا، وإذا به يتعرى أمامهم بثوب الكذب الحقيقي الذي ملأ أركان عرش حياته بسبب أسلوبه المتكرر في حماسه وعدم انضباطه أو مزاحه أو التورية والتعريض بالكلام أو نقله للإشاعات. فعلينا الجميع الحذر من هذه الأساليب الخداعات التي لا نصل بها إلا إلى بر الفجر والنار والعياذ بالله. ننتقل من هذا الجو إلى جو آخر يتحدث فيه، كما كنا نتحدث عن الإنسان الكذاب والإنسان الفاسق أو الإنسان الذي ينقل الإشاعات، الآن لابد أن نتحلى ونتأكد، وهذا من باب التناصح بين المسلمين، مهما بلغ الإنسان في خطئه أو في نسيانه أو في تجاوزه، إلا أنه يبقى منا وفينا، علينا أن ننصحه وعلينا أن نذكره. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن هنا النفع يكون لمن كان مؤمنا، إذن لا ينتفع عنه وصف الإيمان، كما قال إنما المؤمنون أخوة. إنما المؤمنون إخوة. نأتي إلى دلالات هذه الآية الجميلة. أولاً، وقلنا في ثناء الشرح، الأصل والقاعدة أن اللي هي إنما المؤمنون إخوة، هذه هي الأصل. وما يطرأ عليها من خلاف وشقاق واقتتال بين المسلمين إنما هو أمر عارض يجب أن يتصدى له المسلمون ليرجعوا بذلك أبناء المسلمين إلى ويرسوهم إلى قواعد الأمان، قواعد الأخوة، قواعد الإسلام. ولذلك لابد مهما ابتعد المسلمون عن هذه القاعدة يجب أن يكون هناك من المسلمين من يعيدهم إلى هذه القاعدة بكل الوسائل. طبعاً كيف ذلك؟ طبعاً على المؤمنين غير المشاركين في الاقتتال، وهؤلاء الناس الذين يشاهدون هذا الاقتتال يجب عليهم أن يشاركوا في الصلح، ويجب عليهم أن يجبروهم على الصلح، فإن بغت إحداهما على الأخرى ورفضت وما أرادت أن تلتزم بحكم هؤلاء المؤمنين يجب أن تقاتل حتى ترجع إلى أمر الله فيحكم بينهم بالعدل والقسط، إن الله يحب المقسطين. نأتي الآن للتعرف على، وكما قلت في ثنايا حديثي، أن هذه الآداب الجليلة لا تخص المسلمين أو لا تخص المسلمين وحدهم، وإنما أيضا تندرج وتنساق على غير المسلمين، لأن المسلمين بطبيعتهم أناس مؤدبون، أناس ذو أخلاق، أناس ذو علم وفقه بما أراد الله سبحانه وتعالى، فهم يعكسوا صورة الإسلام الحقيقية التي بها ندخل قلوب هؤلاء الناس. نتحدث في البداية عن علاقة المسلم بغير المسلم. أول قاعدة من قواعد التعامل مع غير المسلمين وهي العدل. قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا لكي أكون إنسانا مؤمنا وإنسانا صادقا حتى لو تحاكم عندي غير المسلمين يجب أن أعدل ولا أجور ولا أظلم بدافع الدين، لأنهم مختلفون عني في الدين أو في المذهب أو فيما إلى ذلك. أنا مأمورة بالعدل في التعامل مع غير المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مأمور الإنسان المسلم بحسن الخلق، وكلمة حسن الخلق كلمة لكنها شاملة كل الآداب التي جاءت في سورة الحجرات أو في غير سورة الحجرات، لكي نقول أن المسلم يجب أن يتعامل بأخلاقه وبالآداب التي علمه الله سبحانه وتعالى إياها في قرآنه وبالآداب التي تعلمناها في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم. لو كذبوا لا نكذب، لو سرقوا لا نسرق، لو نكلوا بجثث أبنائنا مطلوب منا أن نكرم أسراهم، أن نكرم أسراهم وإن نكلوا بأبنائنا. إذا نحن لا يحكمنا في التعامل معهم أخلاقهم، وإنما تحكمنا أخلاقنا كمسلمين. ولذلك أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. نأتي الآن لنتعرف على مكانة الأخوة الإيمانية. ما هي الوسائل المشروعة لكي نحافظ على هذه الأخوة الموجودة بين المسلمين؟ في البداية سنتحدث عما كنا نتحدث عنه، وهو ضرورة الصلح بين المسلمين. والدليل على ذلك أن الإسلام لم يرخص الكذب وهو كذب إلا في ثلاثة أمور، منها الحرب لأن الحرب خدعة، ومنها الإصلاح بين الناس، ومنها حديث الرجل لامرأته وحديث المرأة لزوجها، كان يقول الرجل لزوجتي أنت أجمل النساء، وربما تكون من أقبح النساء لكنه من باب جبر الخاطر ومن باب حسن العشرة. وكذلك المرأة لزوجها أنت يعني أجدع الرجال وأشهم الرجال وأنت كذا، وربما لا يكون فيه وصف من هذه الأوصاف لكنها من باب الوئام والود في العلاقة الزوجية، فهي تنعته بأجمل الصفات، وهذا مما حبب إليه الإسلام. إذن الصلح بين المسلمين من الأمور التي أجاز الله والرسول صلى الله عليه وسلم فيها الكذب. كان أذهب إلى هذا الطرف وأقول أن هذا الطرف يقول عنك أنه لا أكرم منك ولا أجود منك وما رأى عليك شرا قط، وإنما هذا النزاع والشقاق تدخل فيه الشيطان ونعوذ بالله أن يفرق بيننا، ثم نذهب إلى الآخرين ونقول نفس الكلام ولا ننقل بينهم إلا خيرا. لكننا فعليا قد نكون بين هذا الطرف ويكون قد قال فيه ما لم يقال في الشيطان، لكننا في حالة الإصلاح يجب أن أو من الصواب أن نكذب إذا كان هذا الكذب يؤدي بنا إلى الإصلاح بين هؤلاء الناس. أيضا لتعزيز مكانة الأخوة بين المسلمين حسن الخلق. كما قلنا أن الإنسان المسلم يدرك بحسن الخلق ما لا يدركه الصائم القائم، ما لا يدركه الصائم القائم. ولذلك كان هناك حقوقا أو واجبات ستة من المسلم على أخيه المسلم أو لأخيه المسلم. قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وزاد في رواية لمسلم: وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. لنأتي الآن للحديث عن هذه الحقوق. أولا رد السلام هو أمر واجب، إذا رد الإنسان إذا ألقيت التحية وأفشيت السلام لابد أن يرد عليه، وهذا حق واجب عليه وهو حق لمن أفشى السلام. عيادة المريض، الأصل بين المسلمين أن يعني يعود بعضهم بعضا إذا علم بمرض هذا الإنسان، وهذا مما يعزز العلاقات بين الناس ويحبب الناس بعضهم في بعض. اتباع الجنائز وهو حق لأخي المسلم. إجابة الدعوة إذا دعاني لفرح، إذا دعاني لدعوة ما، الأصل أن أجب أو أجيب هذه الدعوة. تشميت العاطس، إذا قال إذا حمد الله نقول له يعني إذا تشميت العاطس أي إذا حمد الله سبحانه وتعالى نقول له نسي. وزاد في رواية: وإذا استنصحك فانصح له. معنى إذا استنصحك فانصح له وأريد أن أقف عندها قليلا، معنى إذا استنصحك الألف والسين والتاء هي طلب، إذا استنصحك فانصح له، يعني إذا جاء الإنسان وطلب منك النصيحة فلا بد أن تنصح له بما يرضي الله. وإذا رجعنا قليلا إلى الوراء، حسب ما تذكرون قلنا أن الإنسان تجوز الغيبة في المحذر والمؤتمن والمعرف. هنا إذا استنصحك فانصح له، هذا حق لي، إذا ذهبت لإنسان وطلبت منه النصيحة أن يعطيني النصيحة وأن يعني يسدي لي النصيحة. بعض الناس هنا في إشكال في هذه النقطة، أن بعض الناس قد يذهب للنصيحة طواعية من أمره. أنا لا أتكلم الآن في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما أتحدث
في موضوع اللي هو ممكن أن يكون تعليقا على اللباس أو تعليقا على الأثاث أو تعليقا على رأيي في زيارة فلان لفلان. هذه الأمور من أمور الدنيا، الأصل ألا يتقدم فيها الإنسان بالنص الأخير الإنسان إلا في حالتين: إذا علم منه قبولا أو إذا طلب منه النصيحة. إذا علم منه قبولا أو طلب منه النصيحة. نرجع قليلا تشميه العاطس، هي معناها أن يقول إذا حمد الله يقول رحمكم الله رحمكم الله، ويرد عليه أثابكم الله وأصلح حالكم. نأتي الآن للوسائل المشروعة للحفاظ على الأخوة بين المسلمين، نصرة المسلم. نحن نعرف أن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه